اهلين وسهلين والله. اهلين فيك. نور البيت. ينور ايامك يا ندى. يسلم يسلم الضياف. من امتى نحن موعودين بالزياره؟ مو من 3 شهور؟ مو لحتى تخلصي رساله الماجستير تبعك وتفضيلنا؟ اخ يا عبير، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. والله العظيم عم بركض بركض كل النهار ما عم بلحق. مثل ما بتعرفوا ابني ضيع يعني لسه ابن شهور، وبتعرفي الولد بهالعمر قديش بيتعب وقديش بيعذب وقديش بده عناية وانتباه. طبعا اسأليني إلي. لا، وهشام مثل ما لكم شايفين الصبح بالمستشفى وبعض الظهر بالعيادة، يعني ما عم شوف وشه، عامل البيت أوتيل للأكل والنوم بس. صحيح، ليش تأخر هشام كل هالقد؟ ليكون ما بده يشوفنا. سبحان الذي خلقك أنت التاني، شو بتضلك شكاك؟ ما بقدر عبير، أنا الله هيك خالقني، بشك بحالي. قومي ندى، احكي معه بسرعة خليه يجي، ليكون بده يطنشنا وما يجي بنوم. لا، أنت التاني مو لهالدرجة. اسمعي ندى، اسمعي، بالظاهر فاق ابنك. طبعاً بده يفيق، مو شايفني عند ضيوف ومبسوطة؟ الله وكيلك، بده يعني ضل نايمة جنبه، وضلني عم بهز له التخت، وإذا تعبت إيدي ثانية بيفتح تمه وبصير بجعر. إيه روحي، الله يعينك ويحمل معك. قال لا يعرف الهم إلا من يكابده. ليش انتي كمان بعدك بهالمشكله؟ اي نعم ستي، كلنا بالهوى سوا، بس بصراحه هلا الامر كتير اختلف. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يعني انا التانية كنت اركض ببنتي ريم صبح ومساء، وما الك علي يمين. اللقمه شو هي اللقمه؟ ما اتهنى فيها. لك فيلم على الساتلايت ما اقدر اتفرج. اذا عندي ضيوف ما اتهنى بالقعده معهم. ويا من تراني حامله هالبنت وعم غني لها وهزلها وهالرجله، وهي لزقانة فيني مثل التهمة، يا أما معربشة برقبتي بإيديها ورجليها مثل العرتيلة. بس هلأ ربك حميد لقينا من الضيق المفترج ومشي الحال. شلون مشي الحال؟ ما بعرف، اسألي المنظومة اللي قدامك. يا ستي ارتحت من كل الموضوع، جبت لها بيبي سيتر. نيالك يا عبير، فعلا البيبي سيتر صارت ضرورية وعز الطلب. طبعا، انت شوفي وين كنا وين صرنا. تسلمي لي عبير، بدي منك هالخدمة. اقمري. هلا بس يجي هشام بدي تقنعي لي اياه انه يجيب لي بيبي سيتر. حاكم الرجال ما بسمع من مرته لو مبرى لسان. هي اجا هشام ابن الحلال عند ذكره ببان. مساء الخير يا جماعه. اهلين دكتور. مرحبا ندى. وينك هلا يا دكتور؟ الله يعين مرتك عليك. اسف يا جماعه على التاخير، بس شو بدي اساوي؟ فكرناك نسيت الموعد، كنا حنمشي. اعوذ بالله، شو انسى؟ شو كل هالقد شايفني قليل الذوق؟ بس اللي صار اني طلعت بجولة بالمستشفى وبالصدفة شفت مريض تعبان كتير وحالته بتقطع القلب، ومع انه ماله مريضي بس اضطريت ضل جنبه حتى استقر وضعه. ليش وين طبيبه؟ مشان الله عارف، لا تفتح لنا جروحاتنا، خلينا ساكتين بيكون احسن. وين طبيبه؟ خير دكتور، ليش جاي ممقوت كل هالقد؟ الله وكيلكم، صاير كل دكتور عم يعك شكل شي بيعالج الحمى المالطية على اساس قريب، وشي بيشتبه بالتهاب الزايدة الدودية خاصة عند البنات، وبينسى انه في شي اسمه كيسة على المبيض ممكن تعطي نفس الاعراض، وشي عم ينظر المعدة على اساس سرطان، ويلي عم يولد قيصرية بدل الولادة الطبيعية لانها اربح واسرع. لك شو بدي احكي لأحكي ان شاء الله. بس بهالصورة خليتنا نخاف على حالنا دكتور. يا سيدي الله لا يحيشكم، على كل حال بكرر اعتذاري للتأخير. شو؟ لا إلى فندي نايم. بالزور لنام. هاتي لأم جؤو كم مجأة هاتي. استملي 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 استملي. شوف هشام، أنا ما عاد أقدر أسكت على هالوضع. شوف لي بقى الله يخليك شي حل يناسبني قبل ما أفرط. ما عم لحق لا على الولاد ولا على شغلي ولا على شغل البيت. مثل العادة لازم أسمع هالموشح كل يوم والتاني. الحق بإيدها هشام، لا تظلمها، يبدو صغير تعبها. طيب شو بتريدوني ساوي لحتى ترتاح؟ اخذ صغير معي على المستشفى حتى يسرح ويمرح بين العنابر والكريدورات وغرف العمليات والقويش؟ اسمعوا على هالحكي، انا عم بقول لك خذه معك. لك شو معنات كلامي؟ هلا طولي بالك عليها شوي وافهم وجعه وبعدين لومه. بصراحه هشام الركض اللي عم تركضه ندى بين جامعتها وبين بيتها مو قليل بنوب. اي والله ما تكون وحده غيرها لكانت مرضت والتحشت بهالتخت لا من تمها ولا من كمها. ايه تسلمي لي يا عبير، شو بتعرفي تحكي؟ اصلا ما حدا بيفهمني بهالكون غيرك، قسما بالله لولاك ولولا محبتك الي لكنت عشت مثل الضايعه بهالحياه. ولو ندى هذا واجبي، انت حبيبتي ورفيقه عمري، وصدقيني صدقيني انت اعز علي من كل اخواتي. شوف شلون عم يدهلزوا لبعضهم،
أكيد في شي ورا هالحب القاتولي يلي بيناتهم، ما في ذلك شك أبدا يا ابني. مو مسألة حب قاتولي، بس أنتو رجال بتكون أطمن خشب يصطادوا ما يأكل. عجبك هشام أفندي؟ هاي لحقتنا طرطوشة. معلوم بدها تلحقك طرطوشة، أصلا أنتو رجال كلكم مثل بعض، نفس النمرة ونفس المسطرة. هلأ كلي هذا نفس المسطرة؟ يا عيب الشوم عليك، أنا ماني مريحة. هلأ حتهدني بهالشغلة اللي أفلحت فيها أمنت لي إياها؟ وشو هاي الشغلة بقى؟ يا ستي جاب لي بيبي ستر لحتى تقعد مع البنت لما تكون بالشغل. وليش هيك عم بتقولي يا باستخفاف؟ لأنه واجبك تريح مرتك وتدور على الشيء اللي بيسعدها، يعني الشغلة ما بدها مني. وإذا كنت مفكر حالك عامل خير معي فأرجوك تكمل معروفك وتبطل بقى بهورة ومنفخة، مو منشان شيء، منشان يحسب لك ثواب عند رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قصرنا معكم تفضحونا، وإذا خدمناكم تتمسخروا علينا، شو هالحالة هاي؟ هلا خلينا نرجع لموضوعنا بيكون أنسب. شو رأيك يا أندى؟ وحسما للموضوع إنك تاخدي استيداع من شغلك سنت زمان. يا سلام، هلا هذا اللي طلع معك؟ طبعا، لك مين بده يقعد عند الولاد؟ هلا معقول يعني بعد ما خلصت دراسة الماجستير مو باقي لي غير استاجات المستشفى، اقعد بالبيت مثل خالتك بدرية وعمتك بهيجة؟ صدقيني يا ندى، الماجستير والولاد ما بينجمعوا. الثقافة وتحصيل العلم وتربية الأطفال ما رح يحصل توازن بيناتهم يا أخي. طيب ليش ما بتحطوا له ضياء بمدرسة داخلية؟ أو روضة خاصة مثلا. أعوذ بالله، بدك يعني حط ابني هنيك حتى يجيني يا مرشح يا مقرب يا مريئن يا مأمل؟ وليش هالشدة يا رسول الله؟ أصبح ما في قدامكم غير تعملوا مثلنا. شو يعني نعمل مثلكم؟ مثل ما عم قلك، اعملوا مثلنا. والله فهمان عليك من أول ما بلشت تحكي، بس صدقيني يا عبير، البيبي سيتر ما رح تقدر تعتني بالطفل مثل ما بتعتني فيه أمه. طيب شو الحل بنظرك؟ تفضل أعطينا حل. والله الحل عندي هو إنك تقعدي بالبيت مثل كل هالنسوان. يعني درست 6 سنين طب وسنتين ماجستير مشان أروح أعلي لك الشهادة بالمطبخ؟ لا حبيبي، لا روحي، ما حذرت. وضروري تعلقي الشهادة بالمطبخ؟ ينقصنا كركوبة، علقيها بأوضة نومك جنب صورة عرسك بيكون أفضل. بلا مسخرة وتفتيه هشام، قلبي علقان على نكشي ومالي لقيانة مزحة تقيل عند هالمسا. طيب اسمعي لقلك، أنا ما عندي مانع تشوفي لك شي بيبي ستر لفترة، بس على شرطة. وشو هالشرط بقى؟ الشرط أن تكون نظيفة وآدمية وتهتم بالولد بشكل حضاري ومدروس، يعني مو تجيبي لي وحدة كانت لفاية عادية وترفعت لبيبي ستر. إذا بتحبوا أنا بخدمكم بهي القصة، هذا إذا ما كان عندكم مانع. شلون بدك تخدميهم بقى؟ أنا بقدر بخدمهم. يعني شو بفهمك بهالشغلات؟ هو معك حق، أنا ما بفهم بهي الشغلات، بس البيبي ستر يلي عنا قالت لي إنه عندها أخته حابة تشتغل. يا ريت يا عبير، يا ريت، يعني إذا بتأمني لي وحدة ما بنسالك إياها طول عمري. ولو لك من عيوني، بس على الهوى ما فهمت من اختها انه هي ما بتقدر تجي لعندكم غير قبل الظهر، لانه بعد الظهر والمساء عندها صبي عم تعتني فيه عن جماعه وما بتقدر تتركه. شو عليه؟ اصلا نحنا ما بدنا اياها غير قبل الظهر وبس. مزبوط، اصلا انا شغلي كله قبل الظهر. ولا يهمك ندى، اصبح بكره انا برد لكم جواب. يا جماعه ما جعتوا؟ الغدا جاهز من نص ساعه. ليش معزبين حالكم؟ شو نحنا غربة؟ ليش ما بيجوع الا الغريب؟ صدقوني أنا جوعان أكثر منكم، تفضلوا، قوموا قوموا، تفضلوا. يا حبيبي، هاي الببروني تبع ضياء. تعال تعال تعال، يلا. بس حبيبي بس لا تبكي، إيه؟ بس حبيبي يلا هاي الببروني يلا. ألو، أهلين عبير، أهلين حبيبتي، كيفك أنتِ؟ لا والله بس كنت عم بساوي الببروني تبع ضياء. ايه طمنيني شو صار معك؟ اه؟ يعني مش الحال؟ تسلمي لي يا عبير. طيب حبيبتي لكن عطيها العنوان خليني اشوفها. لا طبعا، يعني شي يومين ثلاثة بشوفها انا بعدين بحكم عليها. ايه لا ولا يهمك، لا اكيد بحكي معك اليوم. يي الشاي على النار. شو ندى؟ مين اتصل؟ اتصلت عبير، قال اختي البيبي سيتر اللي عندها رضيت تيجي لعنا. يا ستي اهلا وسهلا فيها، بس وينك ندى؟ ما بدي وصيكي، النظافه عندي اهم من كل شيء، بفحصيها منيح، حاكم بيتزرزع بدني من الوخامه وقله النظافه مو بيدي.
انت ولا يهمك، اترك هالشغلات علي. يلا تعفطر حتى ما تتاخر على شغله. وين الشاي؟ يلا حبيبي جاي جاي. والله نعم على قلبي، صب انت شاي لبين ما رد عطيهم. طيب. شلون شفتي لي هالصغير يا جميلة؟ يخز العين حوله ما أحلاه، بياخذ العقل. شو حلو وشو ناعم وشو هادي يقبر قلبي. خش أنا معودة على الولاد من صغري، ها يعني ومهما كان الولد طبعه شرس أنا بعرف دواء عندي أنا يا مدام. بس بصراحة وبدون مجاملة يعني ضياء دخل صمصيم قلبي من جوا، يقبر قلبي ما أحلاه يقبر قلبي. شوفي شوفي الأكابرية كيف عم تشر من وشه. شوفي مدام. طيب وبركي عذبك وانا بشغلي بالمستشفى؟ ولا يهمك مدام، انا بعرف اتصرف لحالي من دون ما ازعجك. للضروره القصوى فيكي تتصلي فيني على هذا الرقم، ليكو مسجل هون، وما في مانع كمان تتصلي بهشام ليكو رقمه مسجل هون، وانا بكل الاحوال كل نص ساعه ساعه بتصل فيكي. صدقيني مدام ما في داعي لكل هذا الحكي، انت كثير عم تعقدي الامور. لا يوه شلون ما في داعي؟ طبعا مدام، لانه انا فيني عادي كثير كثير حلوه بتريحني وبتريح الابوين وبتريح البيبي كمان. شو هي؟ اول ما بينام البيبي بنزع فيش التليفون مشان ما يفيق وينزعج من الرنه. ايه بس انا هيك بيغلي قلبي عليه. ولا يهمك مدام، انا بتصل فيكي. ها يعني صار فيني روح وانا مطمنه. بس وينك جميله؟ مري مدام. الله يرضى عليكي، بمجرد ما ترست الباب وراي ما بريدك تفتحي لحدا مهما كان وضعه، وما بريدك تتركي ضيا ولو ثانيه واحده. ولو ست ندى لا توصي حريص. وعلى الطاوله هون في مجلات جديده وحلوه كتير، مو مثل المجلات اللي عند الدكاتره والحلاقين. واذا حبيتي تتفرجي على الدش ما في مانع، هاي الريموت كنترول. وبصراحه انا وهشام ما لنا مشفرين ولا محطه لانه ضيا لسه صغير. صدقيني يا ست ندى كل هالشي ما رح يلزمني، لانه انا وقتي مو ملكي، وقتي كله ملك صغير. بعدين يعني ما تواخذيني بهالكلمه، انا لما بدي اقبض منك مصاري ما رح اقبضهم مشان اتفرج على الدش والمجلات. على راحتك جميله، انا فكري سليكي حتى ما تملي. لا تخافي علي مدام، انا ما بمل، انا بسلي حالي بحالي. عظيم، يلا انا صار لازم امشي. هات بوس يا ماما. يقبر قلبي، نام على ايدك. ديري بالك عليها. ولا يهمك مدام، حطوا بعيوني اذا الله راد، وانا رح شوف خاطرك. يعني حبيتيها؟ صدقني جميلة بنت ظريفة كتير، ما منلاقي مثلها. عال أصلاً هادي اللي بدنا إياه. الله وكيلك، اليوم إجيت لقيتها محممته حاطط له عطر وغيرت له أواعي وصاير بين إيديها مثل اللعبة. يا سلام، شو بدنا أحسن من هيك؟ بس أنا اتصلت الظهر مرتين وما حدا رد علي، بقى أنت منبهة عليها ما ترد على التليفون؟ لا بس يمكن كانت عم بتغير له. المهم ارتحتي هلأ وانبسطتي ولا شلون؟ اي والله ارتحت يا هشام. ليش حليانه بهاليومين؟ من قلة الركض والفعل، بعدين صار بامكاني نام ساعه بعد الظهر. خيي هلا ارتحت من النق. هلا انا نقاقه؟ لك لا عم بمزح، ما في ست بالعالم بتنق، الرجال هن اللي بنقوا. فكرت. لما رايحه؟ في فيلم حلو كتير طالع بالفضائيه، انت شو بدك فيني نام؟ هلا وقت الفضائية، هلا فضائية طالع فيلم. يا ستي جميلة مثل اخت عبلة فرد شكل، راكنة وهادية ومنت مساكت. شافي شو هادي؟ تسلم لي عيني على هالطبع، شو حلو.
لأنه بيني وبينك في بيبي سترات عصبيات وملهوجات وراكبون لجنان. بس جميلة غير شكل. يعني صدقيني ضيا صاير طبعه مثل حكايتها. يعني كان بالأول يبكي كتير ويفعي كتير ويحرق شي بطعمة وشي بلا طعمة. أما هلأ ما شاء الله عليه ملايكته هديانة وطبعه حليانة. وصدقيني هذا كله بفضلك وما رح أنسالك إياها كل عمري. ولو يا ندى هذا واجبي. لأ محلاني والله أنا مرتاحة بعيشتي مبسوطة وأنتي مرمطة ومشحططة ومنغصة. ما بتصدقي يا عبير إذا قلتلك إنه جميلة حفظت برنامجي بالكامل وصارت توقت نومة ضيا على جيتي أنا وهشام على البيت. مو بس هيك جميلة من كتر ما هي ذكية عم تاخد الولد كل يوم ساعة لحتى تشممه هوا بالجنينة اللي جنب البيت وتغير له جو. يا ستي مثل أخت عبلة فرد شكل. من يوم اللي اجت لعندي عبلة صرت اقدر اقضي كل زياراتي وكل واجباتي بعد الظهر وانا مطمنة ومرتاحة. ايشو متمنية يكون عندي كاميرا خفية لحتى اشوفها كيف عم تشتغل بضياء لاني كتير حاسستها انها ذكية ونشطة. بدك يضلوا هيك على طول وما يملوا. لا ان شاء الله دخيلك يضلوا هيك وما يملوا ويطعمني ولا يحرمني يا رب. حسنا لله يا عالم، حسنا لله يا محسنين. الله يخلي لكم اولادكم ولا تعيشوا للسؤال. حسنا لله يا ناس بدي اجيب حليب لصغير ما معي. شايف ضياء مو على بعضه. كيف يعني مو على بعضه؟ يعني صار له جمعتين هديان وكانين ومرتخي ومشليين حتى وزنه خافف. مالك ملاحظة هالشي؟ بلا ملاحظة هالشي. بعدين كأني ملاحظ دائما عنده رغبة للنوم مو هيك؟ بجوز لأنه جميلة ما عم تخليه ينام كتير. وليش لحتى ما تخليه ينام؟ يعني هيك فكرة أحسن إلك وإلي مشان ينام بعد الظهر وما يزعجنا. ما بعرف كأنه الولد كان أنشط من هيك بكتير. إيه معلش حبيبي هن الأولاد لما ببلشوا يوعوا بينشقفوا شوي وبينحفوا. بس خايف يكون مريض يا ندى ولهالسبب لازم نراقبه. سبحان الذي خلقك على هالخيال شلون بيشطح. قال مريض قال فعل الله ولا فعلك. على كل حال أنا فايتي نام جنبه. بدك شي؟ لا سلامتك. تصبح على خير. وأنتي من أهله. عشر مرات ما كنت تردي. شو وين كنتي؟ مزبوط بصراحة أنا سمعت التليفون عم بيرن أكثر من مرة بس ما رديت لأني كنت عم غير لضياء وخفت أتركه. ما اختلفنا. المرة الثانية والثالثة ليش ما رديتي؟ لأني أخذت الصغير على الجنينة مشان يشم هوا ويتفرج على البطاط. بس ما بيصير هيك يا جميلة. كوني محلي. شو بدك تفكري؟ إيه والله غلي قلبي وإجري قصفوا وإجيت ركيد مثل الصاروخ على البيت لحتى أطمن عليه. إيه بس مدام أنا ما غبت كتير برات البيت يعني يا دوب ساعة لأني حسبت هيك حساب. حساب شو؟ إنه يغلي قلبك عليه مدام. طيب ماشي الحال حصل خير. أكل منيح؟ إيه طبعا خزيت العين حوله شرب برونتين. طيب ماشي الحال أعطيني إياه. تفضل. هلأ أنا ما بقى بدي منك شي. إذا بدك تروحي روحي. أوكي مدام شكرا. شو ماما؟ شو حبيبي؟
الو، مرحبا عبلا، شلونك؟ انا كتير منيحه، يعني احسن من هيك ما عاد يصير منوب. شو مبين قاعده بالبيت ما رحتي اليوم؟ لا والله ما قدرت اطلع برات البيت فشخه واحده. يو خير، ليش بقى؟ لاني سمعت ان الدكتور هشام اليوم بده يرجع بكير على البيت، اي فخفت انزل اتاخر ويرجع ما يلاقيني واعلق بالسين والجيم. ايه انتي خبريني انت رجعتي؟ يعني بدك تقولي من شي ساعة، وبيني وبينك الغلة اليوم قليلة كتير ما بينحكى فيها. قديش يعني؟ يعني حوالي 50 ليرة. اوف، ليش وين قعدتي اليوم؟ بالمزة قعدت وجنب مطعم 5 نجوم. لك غشيمة، حدا بيبسط قدام مطعم 5 نجوم؟ لك ايه شو بدي ساوي يا جوجو؟ شو بدي ساوي؟ شفت الشارع معجوق والناس لابسة وجاخة، قلت لحالي يا بنت الحق الدسا، لك تعي لهون. غلطانة كتير يا عبلة. لك شو ليش؟ لأنه الغناية حبيبتي ما بيدفعوا كحتيت هدول. بدك تدوري انتي على الهفتان الموظف وتلزقي فيه. بالله شو؟ هل عدلي طلع معك انتي التانية؟ ايه لك، لأنه الموظف هو الوحيد اللي بحس فيكي. لك شو ليش يا جبة؟ لأنه الحال من بعده طبعا، كمان هو شحات كل شهر بوظيفته، يعني الفرق بينك وبينه بس انه هو موظف وانتي لا. بعدين بحكي مع عبال. مرحبا جميلة. اهلين دكتور، اهلا وسهلا. تعا شوف بابا، تعا تعا استملي هالوش. ما اشتقت لي بابا؟ ما اشتقت لي؟ شو ما رجعت ندى؟ لا دكتور لسه ما رجعت. بسيطة، اذا بدك تروحي ما في مشكلة، الله معك ويعطيك العافية. حاضر دكتور، على كل إن انا طعمته ولازم بعد شوي انام. شكرا لك جميله، كتر خيرك. تأمرني بشي ثاني دكتور؟ لا سلامتك، الله معك، مع السلامه. شكرا، يعطيك العافيه. بابا بابا وينك جميله؟ لحظه. نعم دكتور. كتر خيرك، سلم ايديك. وخيرك، الله معك. خير. شو بابا؟ شو بابا؟ يستنى لي الوش. شو ليش بتعمل بحالها؟ كنت احكي قبل ما اصرف المخلوقه. وين كيس الحفاضات؟ يسلمني هالضيق، مجرد ما طلع من الحمام راح نايم. ندى ملاحظة مثل ما لي ملاحظ؟ لا شو ملاحظ؟ يعني كأنه لون هالصبي مغمق كتير ومسمر. شلون يعني؟ ما بعرف، بس صاير لونه وشكله مثل ولاد الشوارع. لك حتى ريحته صايرة مثل ريحة المعزة، وكأنه مقضي طول النهار بصقاق وسافقته الشمس. سافقته الشمس؟ سبحان الذي خلقك على هالملافظ. قال سافقته الشمس؟ قال. طيب بحلقي فيه منيح، شوفي شلون صاير، يعني هذا ابن الدكتور والدكتورة. هلا لا تقعد تهز لي بدني وتشتغل فيني عند هالمسا. إذا كنت عم بتلمحني أنا مقصرة بشي، أنا ماني مقصرة بشي. صدقيني مو هذا قصدي، بس كل الدورة واللفتة مشان قلك إنه الولد متعرض للشمس كتير. إيه بيجوز، لأنه جميلة عم بتنزلوا على الجنينة كل يوم. نعم؟ عم تنزلوا على الجنينة؟ ايه شو فيها؟ ليش هيك مستغرب كتير؟ وكيف بتسمحي لها تطالعه بغيابنا؟ ما في شيء، جميلة قالت انه لازم كل يوم ينزل تهوية ساعة. يا حبيبي، هلأ جميلة صارت المستشارة الطبية تبعنا وانا مالي خبر؟ لا بس يعني بعدين هي مو ساعة تهوية، هي ساعة برونزاج على هوا مالي ملاحظ. هشام شبك؟ ليش هيك بتحب تعقد الامور؟ اسمع ورا الحكي، قال انا بحب عقد الامور. عم قلك الولد مو عاجبني وبخاف عليه من ضربة شمس أو من حمى السحايا لا سمح الله. بقى شوفي ندى، كلمة واحدة ورغطاها، بكرة بتنبهي على جميلة حتى ما تطالعه لمطرح إلا إذا كنتي معها، وإلا قسما بالله العلي العظيم بيطلع خلقي عليها وبيطوش حجري. ها حاضر، ولا يهمك، بكرة بنبه عليها. غيره سلامتك. قال ساعة تهوية، قال هذا اللي كان ناقصنا. قال ربطوا الحمار على باب الحلاق، عم تعلم الحكي. شو قلت حبيبي؟ بشو؟ يعني مو صار لازم نعزم اختي جوزة على العشاء؟ يا عيني قلت لك هلا مو وقتها. هلا لا تفور لي دمي، الجماعة قالن علينا نحن مقصرين. طيب ماشي، شو بتطلبي؟ مري بدي منك تجيب لي شوية غراض. بدل شو يعني؟ بدي تمرق على الشعلان وتجيب لي كيس فريكة وكيس حمص وكيس عدس، ولا تنسى الخضرة والفواكه. شو جبت الخضرة؟ هلا ما عاد تعرف تتصرف،
يعني كوسة، بتنجان، بندورة، خيار، وإذا لقيت يبرق ما في مانع، ولا تنسى النعنع والبقدونس والجرجير. أمرك عبير خانو، غيره شو في؟ لا، لأنه اللحمة أنا بجيبها، والحلو أنا بوصي عليه. حلو كتير، خاطرك. لوين يا مهوي؟ شو بدك كمان؟ حط بكفي لقلك حط. لك شو بدي حط؟ حط المعلوم لحتى أقدر دلل ضيوفي. أمرك. لك الله يخلي لي إياك، يا مستتني، يا مهنيني، يا مفرحني. يا ظالمني. الله معك يا ظالمني. الله يخليك، مشانها صغير بس اشتري له حليب. الله يوفقك. الله يعطيك إلهي. من مال الله يا أخي. الله يوفقك. بس بدي اشتري له حليب، هالولد ما معي. الله يوفقك. ايه بس خمسة. الله يديمك إلهي. مال الله يا محسنين. الله يديمكم لشبابكم، يخلي لكم اولادكم. بدي بس اشتري حليب لهالولد. الله يوفقك الهي. الله يخليكم. الله يعطيك الهي وربي. من مال الله يا محسنين. الله يخليكم اولادكم ولا يحيشكم للسؤال والمزلة. من مال الله يا محسنين. من مال الله يا عالم. من مال الله يا أخي. الله يخليك ويحجك للسؤال والمذلة. الله يوفقك. بس نجيب له حليب للولد. ولك من كتركم ما عاد عرف الواحد مين صادق فيكم ومين الله تاسي. يسامحك إلهي. الله يسامحك. من مال الله. هالولد إلي؟ إيه ابني بس مريض. الله يعافيه يا رب. الله يسلمك إلهي. الله يخليك. الله لا يحجك للسؤال والمذلة. الله يوفقك. خلي لك شبابك إلهي. من مال الله يا عالم. العمى والله هالصبي بعرفه منين. وين شايفه يا ترى؟ اي قسما بالله هذا ابن الهشام، نفس الحواجب ونفس العيون. ليه؟ عجل شوي يا احباب. الله يخليك، بدي احكي تليفون ضروري. طول الليل امبارح عم دق لك وخطك مشغول. مع مين كنت عم تحكي؟ عم اقول لك عجل شوي يا اخي. ولك طول بالك لحتى نفهم من المخلوقة. قسما بالله امبارح تذكرتك لما دبحنا البطيخة وطلعت حمراء. قلت إذا كان حظي من البطيخ أحمر فليش لحتى. ولك عجل شوي يا بطيخ. لمين هي يا أستاذ؟ لمين يعني؟ إلك. إيه إلك تضرب أنت وهالمنطق. ذات الحق مو عليك، الحق على اللي يعملكم عالم وناس وركبلكم تليفونات بهالطرقات. إيه إذا كان هيك ماني مسكر والسما زرقاء وروح بلت البحر. إيه حبيبتي معك انا. حبك خير سبع عروس ان شاء الله. بعد يا بدي اشوف الدكتور ضروري. يا طول بالك، في عنده مريض. يا عيني ما بقدر، بدي اشوفه ضروري. يا دكتور، يا هشام، هشام خير. امشي معي بسرعه. لوين بدي امشي؟ هلا بتقرب الشحاده، ما في وقت اشرح لك. انا شحاده اللي اخذ ابنك معه. امشي ابني. ايه ابني. لوين اخذته؟ امشي بعدين بفهمك. لازم امشي. ايه صبر. وين راحت؟ هلا كانت قاعده هون. لك عارف انت اعصابك تعبانه اليوم، خلينا نروح على البيت بيكون احسن. شفتها بعيني، عم اقول لك شفتها بعيني. اخي الشحات اللي كانت قاعده هون وين راحت؟ هلا راحت هيك. ايه امشي. من مال الله يا عالم. الله لا يحيشكم للسؤال مشان هالولد. ليك شوف مو ابنك هذا يمعن. لك هي جميله وهذا ابني اللي بحطنا. العمى شو ملبسته؟ يخرب بيتك. ولا جميلة جميلة. وفي عندك ولك، وفي عندك. اشتريت لك شريط كاسيت مبارح بيطير ضبنات العقل. في غنية ماما أحا بابا دحا بابا يحا. بوز ايدك يا سيدي لا تكتب شي. الله يوفقك. عطينا الله يخليك. الله يخليك يا سيدي. بوز ايدك. والله ما عاد عيدها. والله ما عاد عيدها. عن جد سيدي اخر مره بنسوي هيك شغلات بنوعدك يعني. ايه ولك يخرب بيتكم يا عديمين الوجدان. ولك كيف بتسمحوا لنفسكم انه تتاجروا باطفال ابرياء؟ ولك اهالي هالاطفال عطوكم ثقتهم وسلموكم بيوتهم واولادهم. ولك كيف بتسمحوا لنفسكم انه تخونوا هالثقه؟ يعني لولا هالزلمه هاد ما شافكم بالصدفه.
ما كنا عرفنا طريقكم. لا شو؟ وحده مبسطه بالشعلاء والثانيه مبسطه بباب سوق الحميديه. لك الله يخرب بيتكم، لك الله يخرب بيتكم. انا هديك المره سامحتكم، بس هالمره قسما بالله لا احرمكم تشتغلوا ولا هالشغله طول عمركم. عفوا سياده المحقق، ليش هي مو اول مره؟ طبعا مو اول مره. هدول التنتين عاملين مثل ريا وسكينه، بعدين هدول لهم سوابق ومن تحرين اسماء وهميه كمان. يا حبيبي يا حبيبي على التكتيك، ودخلك شو اسمهم الحقيقيه بلا صغره؟ هاي المشنططة اسمها سعاد الجرم، وهي المعترة اسمها عدلة دمني. وللمعلومات والإيضاح، هدول إلهم أربع أسبقيات وسوابق، وكلهم بتهمة التسول، ووحدة منهم عملية نصب واحتيال على بيع شاورما. وسبعة العام والله. ولك نحن خرجنا بيبي ستر، نحن بدنا مين يندف رقبتنا ندف. لك بدنا 100 سنة ضوئية لحتى نصير خلقوا عالم. لا والمشكلة وين؟ إنه بدنا نقلد الأجانب ونلحق المظاهر، أما طلعت الشغلة براسنا وراس أولادنا. خلصنا لا نزيدوها على قلبنا، يلي فينا بكفينا حاجة بقى. هشام خلينا نروح البيت. حاسة ضياء بده تغسيل بالديتول من راسه لإجريه. بعت لي حمى عليك يا ابني شو تشنططت. ودخلكم شو سبب غيابكم عن كار الشحادة طول هالمدة؟ كنا بقبرص سيدي عم نساوي شهر عسل. يجوا زبرص ان شاء الله. ولك ليش في رجال تاخذكم؟ ايه في، بس من مرتهم طبعا. قلتوا لي كنتوا بقبرص عم تعملوا شهر عسل. ايه سيدي. يا مساعد نبي امرتي، خذ ريا وسكينة على النظاره لشوف شو اخرتها معهم. ولي التوبه، والله التوبه، انا مع العيله وحياتي يوري مع العيله. الله على حق الله. انت عدله دمله بالذات بتخرسي. انا كارش حادي هون ما بينفع معي بنوبه. لكن شو بينفع معكم هون سيدي؟ هلا بعد الفلقة رح اشرح لك. لا 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 لا. وهلا يا جماعة فيكم بتروحوا على بيتكم وتتركوا باقي الإجراءات علينا. يا سيدي الله يعطيكم العافية وربي يحمل معكم، ما قصرتوا وربي يشهد. شكرا كثير سيدي، شكرا. تفضلوا تفضلوا هوانم جاردن سيتي، تفضلوا وريتكم ما تخوا تبدو إلهي. تفضلوا بيبي ستر. بس اللي بس اللي يلا هلا بس يلا. ليه خير؟ ليش هيك انت عم تبكي؟ لك شبهها يعني جوعانه. وليش هيك البيت منكوت فوقاني تحتاني؟ شو ما اجت لفاي؟ بلا اجت بس صرفتها. طمنيني، قدمتي على استدعاء؟ طمن قدمت. عظيم، لانه اجازتي بكره بتخلص والناس عم تدق لي لهون مشان معاملاتها. هي من ناحيه، ومن ناحيه تانية يعني ما حلوه بحقي رئيس قسم اضرب واطرح عم اشتغل بيبي سيتر باخر الايام. لك حفظتها هالديباجه، والله حفظتها. لك ليش هيك عم تعمل؟ خير شوفي. لك ليش هيك عم تطعميها بمعلقه قد وشها؟ هي بتاكل بمعلقه صغيره. شو بيعرفني؟ هي شغلتي. يا لطيف عليكم انتو رجال، بتضلوا بتقولوا بدنا اولاد، ما في احلى من الاولاد، وبس يجي الاولاد بتبلشوا بتتملصوا من المسؤوليه مثل الشعره من العجين. قوم هيك هات لها طعميه، قوم سخن اكل، قوم خلص. خدي بابا واوا يا حي حي يا بابا، بابا واوا يا حي حي يا بابا. فتح يا وردة، غمض يا وردة، هص يا بابا هص هص. مش عايب. مرحبا هشام، يبعت لي حمى تأخرت عليك مو هيك؟ ستي مو مشكلة، تعود الخد على اللطم. خدي من ايدي دوبي البس وانزل على العيادة، تأخرت شوي. اتصلت فيك 3 مرات ما كنت ترد علي، شو كنت عم تساوي؟ شو بدي ساوي يعني؟ كنت عم حممه. يلا خاطرك، ما بدك تتغدى؟ معلش شربت ببرونة حليب، قصدي كاسة شاي. سلام عليكم. الله معك. أخي هيك الشغل معي ما بيمشي، بدي قوائم بكل القطع الكهربائية اللي عم نستهلكها. فهمت علي ولا عيد وافتر؟ فهمت عليك معلم، فهمت عليك. حاضر. ألو. أهلين عبير. لهاي شو فيها فوق التلفزيون؟ يا عارف دورت عليها ما لقيتها. دوري عليها بالحمام قدام البطة. أنو بطة؟ ليكون قصدك البطة البلاستيك. لك مو البطة البلاستيك، البطة اللي بتقول واك واك وتبيض بيضة. شبكي يا عبير، هلا معقول ما تعرفيها؟ ألو ألو
ايه يا اخي، بدي قائمه بكل اسماء البطاط بكل قوائم القطع الكهربائيه، فهمت؟ الو، اهلين ندى. خير لك هشام، وين حاطط الحفوضات؟ وين بدي يكون حاطه يعني؟ بجيبتي. فتلت الدنيا عليهم ما كنت لاقيهم. طيب دبري هلا، شوفي له شي خرقه او شي شغله عربي ما اجي، يا اما انزلي على السوبر ماركت يلي تحتنا واشتري له. لك شو انزل انت التاني؟ حط صبغه على راسي؟ شو بدك ياني اعمل لك؟ ها لا حلو. طيب يا ستي حفظي بجامتي، بنطلون من بناطليني، بقميص من قمصاني، خلصيني. الله معك، مع السلامة. ايه ستي، خذي هالدواء واستعملي حفوضة قبل الأكل وحفوضة بعد الأكل. تفضلي، إن شاء الله معافاك. ليش تحكي؟